بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول أمين. أما بعد، ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل الحلقة 11 من تصميم الواير فريم، وهناخد الجزء الرابع إن شاء الله. آخر مرة يا جماعة وصلنا لحد الجزئية بتاعت الأخبار أو المقالات اللي هي الدائرية، كان كده ده التصميم اللي إحنا عايزين نوصل له يعني، تمام كده. فبقى لينا حتة الفوتو، تعال نرجع اللي إحنا عملناه. طبعا إحنا عاملين الخلفية اللي هي دي، تمام كده. وبعد كده عملنا النف بار اللي هو فوق او تحت دوت، وبعد كده عملنا السلايدر اللي هو الجزء ده، وبعد كده عملنا المحتويات اللي هي الكونتنتس اللي هي الجزئيه ديت، وبعد كده دخلنا في الاخبار المنوعه اللي هي تحت المربعات ديت، وبعد كده دخلنا في المقالات الدائريه اللي هي الجزئيه اللي تحت. قاعد لنا ان شاء الله النف بار، النف بار سهل مش هيبقى صعب. هضغط طبعا هنا واضغط كنترول وبلس او كنترول زائد عشان اكبر شويه عشان نشوف الدنيا ماشيه ازاي، وبعد كده هنزل تحت خالص. طب من كده محتاجين ان احنا نعمل الناف بار او الفوتر، اسف معلش. تعال نحط كده مجموعه جديده ونسميها الفوتر بالعربي، اوكي. وبعد كده جواه هنبتدي ناخد واحده واحده. اول حاجه محتاجين ناخد اللون دوت اهو، وبعد كده نبتدي ناخد ريكتانجولر اللي هو دوت. وزي ما قلنا في الحصه اللي فاتت ان احنا ممكن ان احنا نعمل جايد بالشكل ده، سوري كنترولزات معلش الماوس عندها عيان بتعلق، بنسحب جايد من الجايدات ديت اهو كده ونحطه في الحته ديت عشان نقدر نرسم ايه عليه، تمام. حاجات اللي مالهاش لازمه بختار الموف تول وابتدي اشيلها عشان ما تضايقنيش. اهو كده لو شلتها هبتدي اشتغل فين؟ في الجزء اللي تحت. هبتدي اسحب كده بالريكتانجولر تول اللي هي ديت اداه الاشكال اللي هي الريكتانجولر تول دي، وابتدي ارسم الجزئيه دي. طبعا رسمتها بره جوه مش بتفرق كتير، بس على قد ما تقدر يعني، تمام كده. رسمناها اهو، هبدا اطلع دي فوق، تمام كده. وابتدي اخد الجزئيه دي، مثلا اقول لك الجزئيه دي هتبقى عباره عن السوشيال ميديا، هكبر شويه. طبعا كل ما صغر الشكل بحتاج ان انا لما اجي استخدم الراوندد ريكتانجولر تول اللي هي دي بصغر الريديوس اللي هو ده. هنخلي الريديوس ده كام؟ 5 بكسل. وبعد كده هنختار اللون اللي هو ده لو ما كانش هيتعارض مع حاجه يعني، تمام كده. وبعد كده هبتدي ارسم المربع ده، هكبر برده شويه وابتدي ارسم وليكن الجزئيه بالشكل دوت. ما يهمكش لو طلع بره شويه، فانا عن طريق موف تول ممكن احركه كده، بس هحاول احصل على الطابق يعني تقريبا. وبعد كده هبتدي ارسم عن طريق الالت والشيفت، اخد منه نسخ، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة، اوكي. لو حسيت ان هما مش متوزعين بشكل صحيح بحددهم كلهم مع بعضيهم، وابتدي اشوف الحاجات اللي هي بتعمل ديستريبيوشن او توزيع مسافات بينهم بعض. تعال كده ننضف على دي، هبص لاقي المسافات ما بينهم من بعض اصبحت يعني زي بعضيهم، تمام كده. طيب تعال ننتقل للجزئيه اللي تحتيها اللي هي دي، هناخد برضو اللي هو دوت، تمام، بنفس اللون نكبر شويه. وطبعا لو انت عاوز تعمل جايد انت حر، مفيش مشكله، بس انا مش شايف ليها لازمه يعني، بس انت لو حبيت يعني. وهنبتدي نرسم ادي واحده، اوكي. وبعدين هستخدم الموف تول والت وشيفت واسحب ادي اتنين، هناخد دي هنا ادي تلاته، وهناخد دي هنا بس هنصغرها شويه، هنكون في الحته دي كنترول تي اهي، وصل حد اهي وضعت انت كده، ظبطنا دول كنترول وصفر عشان نجيب الديزاين كله على بعضيه، تمام كده يا جماعه. في برضو جايدات هنا مش محتاجها، خلاص انا اشتغلت في الجزئيه ديت ومش محتاج ده كله، فخلص بالحاجات اللي انت مش عاوزها اول ايه اول باول. اوكي، تعال نشيل الديزاين الاساسي اللي هو ده
واصبح عندنا الفوتر في الحته ديت اللي هي مين من تحت كده بالشكل ايه بالشكل دوت. تمام. تعال نبص تاني. اوكي فروق بسيطه مفيش مشكله. هنيجي بعد كده فين في الجزء اللي هو تحت دوت، ويستحسن طبعا تاخد ده كله ده طوله بره وهنرمي من جوه الفوتر هنا عشان بس اللي جوه هنا في الحته دي. تمام عشان تنظيم بس الرساله، لو انت عاوز تاخدهم كده كلهم وتحطهم جوه حاجه، بس نشيل الديزاين الاساسي دي تعتبر الخلفيه بتاعتهم فانا مش عاوزها، لكن دول هيعتبر جزء جوه الخلفيه اللي هو دول لحد هنا. هنعملهم كنترول وجي اللي هي من جود، وهنخلي دول عباره عن مثلا السوشيال ميديا ميديا. اوكي يبقى كل دول اللي هم من تحت دول اصبحوا ايه سوشيال ميديا. تمام اوكي. يبقى انا ممكن هنا اعمل جروب ثانيه واحط فيها الحاجات الثانيه دي، ولكن دي مثلا كانها بتمثل روابط او بتمثل اي حاجه ثانيه. المهم هعمل واحده وانسخها ثلاث مرات. ماشي هعمل جروب وهنسميها روابط واحد واحد. اوكي تعالى جوه بقى نكبر هنا. طبعا انت ممكن يا جماعه تستخدم اداه الزوم ديت اللي هي دي وتكبر في الحته اللي انت عاوز تزوم عليها اللي هي الحته دي زي ما انت عاوز، بدل ما يعني تطلع وتنزل كنترول بلس كنترول وماينس، لا انت ممكن تزوم لحد الحته اللي انت عاوزها. طبعا هي واضح ان هي سهله ما فيهاش اي مشكله. هنختار برضو ريكتانجلر تول او راوندد ريكتانجلر تول اللي هي دي، وابتدي ارسم ولكن لحد هنا تقريب، يعني مش لازم دقه قوي. اوكي ادي واحده. تمام ابتدي ارسم هنا دول بنفس السنقف بس الطول بيختلف. انا اخد واحده منهم وهاكل لحد هنا كنترول تي نكبرها بس سنه وهاكل لحد هنا انتر. اوكي تعال نشوفها عامله ازاي. طبعا يا جماعه انتوا شغالين كنترول اس على طول علشان احيانا الكمبيوتر بيعمل معاك الدنيئه ويروح ايه مفوت. هناخد من دي نسخه قلت مع شيفت عشان في حاجه حاسس ان هي مش تمام. تعالى نشيل دي. ايوه كده علشان ديت فوق فهي المفروض تبقى تحت الفوتر متبقاش فوقيه في الحته دي عشان اعرف بس ايه اشوف. تمام كده نخليها فوق بس نخفها شويه عشان اشوف عليها بس كده. طبعا انت بترجع للتكنيك دوت انك تخف في الاوباسيتي علشان تعرف تشوف اللي انت عاوز ترسمه من تحت ايه. تمام كده هنيجي بقى في الحته دي كنترول تي عشان نعرف ده فين. اهو هو ده. هنصغر بس لحد هنا وهناخد دي لحد هنا وهنظبط دي فوق شويه وهناخد لحد هنا. اوكي بس تمام. هناخد واحده تانيه الت مع شيفت ونحطها في الحته دي كنترول تي كمان سنه انتر وهناخد واحده ثانيه الت مع شيفت وهننزلها في الحته دي. نطلع شويه بالموف تول كنترول تي ونصغر لحد هنا كويس كده. اوكي تعال بقى نخفي نربط واحده اهو كله على بعضيه. هنخفي ديت مؤقتا نضغط كنترول زفر ودي كنترول اس
تمام زي الفل. هناخد ده 3 نسخ، هنظهر بس الأساسي ده وعلى رواد واحد وادي الموف تول والت وشيفت واسحب، ادي نسخة والت وشيفت مرة تانية واسحب، ادي نسخة تانية. تعال نشيل التصميم الأساسي كده، عندي نسخة 2 3. لو حبيت تعملهم ديستريبيوشن بمسافات متساوية مثلا، ولو مش كده صح يعني، تعالى نمشي دي شوية يبقى كده كويس لحد هنا. تعالى نشوف التصميم الأساسي ونحرك دي شوية. تمام، بس هو درس 100 تقريبا. تمام، كنترول اتش عشان نشيل الخطوط اللي هي بتاعت الجايد ديت، واصبح عندي دلوقتي الشكل كله كامل على بعضيه. تعالى نعدل بس الاسامي ديت، رابط واحد، رابط اتنين، رابط اتنين. تعالى هنا كمان نعمل روابط، دبل كليك عليها، روابط تلاتة. اوكي تمام كده الفوتر خلص كله على بعضيه، واصبح عندي دلوقتي يا جماعه ديزاين كامل. تمام كده، الديزاين كامل ده عباره عن خلفيه زي ما انتم شايفين، وكمان في الناف بار اللي فوق، وبعديه السلايدر اللي هو الجزئيه ديت، وبعد كده عندي اخبار منوعه اللي هي دي، وبعد كده عندي المحتويات قصدي، وبعد كده الاخبار المنوعه اللي هي ديت، وبعد كده مثلا المقالات الدائريه اللي هي تحت، وبعديها كان الفوتر هو الجزئيه دي كلها على بعضي. طبعا انت بعد ما تخلص الديزاين بتاعك وتحفظه، طبعا احنا عملنا قبل كده حفظ بس هنعيدها مره ثانيه، فايل وسيف اس، باجي على سطح المكتب واعمل مجلد. تمام، انا سميته واير 1، وجواها هعمل فيه مجلد تصميم واحط فيه التصميمات اللي هي بتاعتي اللي هو واير 1 دوت، واقول له سيف. كده انا عملت التصميم. تمام، بعد كده باجي فايل وسيف از مره ثانيه، هطلع بره شويه في المجلد الاساسي وهعمل مجلد وهسميه تسليمها ملفات المطلوب تسليمها. اوكي، وبعد كده اروح عامل هنا دوت يكون نوع جي بي جي، عايز ان انت تعرض واقول له سيف، وايا كان بقى المساحه اللي اديها لك هنخليها على الماكسيمم ونقول له اوكي. تمام كده، وبعد كده هنبتدي نشوف ملف فايل وصل وصف اس مره ثانيه، هطلع بره مره ثانيه هنا، ممكن اعمل مجلد كنترول شيفت وان واسميه مثلا ملفات المساعده، لو كان عندك ملفات مساعده انت احتاجتها فين في التصميم. دايما كل مشروع اللي بعمله في الشكل دوت بعمل فيه ملفات تصميم، دي في ملفات البي اس دي، ملفات مطلوب تسليمها دي اللي هتديها يعني انت للعميل، اللي بتكون مقفوله ما فيهاش فتح الا اذا هو طلب تعديل، والملفات المساعده الحاجات اللي انت بتستخدمها في التصميم. تمام كده، طيب كده نكون خلصنا التمرين العملي دوت، وان شاء الله نلتقي في تمرين عملي تاني. بس انا مش عايز اطول في موضوع التمرين العملي اللي هي بالواير فريم، بس انت دي خدت فكره ان انت ممكن بالفوتوشوب تعمل حاجه زي ديت. تمام كده، وبالادوات اللي انت اتعلمتها ممكن تعمل حاجه زي ديت وحاجه احسن كمان من ديت، لكن احنا خدنا مثال عملي ورينا الدنيا ماشيه ازاي. بكده نكون خلصنا الحلقه دي النهارده. اذا عجبك الفيديو تعمل لي كومنت لايك شير دي، واذا عجبتك القناه يا ريت تعمل لي سبسكرايب داخل القناه، واكون ليك متشكرين. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي لعلوم الحاسب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.